جيش حلب اسم انصهر تحت مظلته كافة الفصائل الثورية الموجودة داخل أحياء حلب المحاصرة. لم يصدر حتى لحظة كتابة هذا التقرير أي بيان رسمي يعلن ولادة التشكيل الجديد، لكن قادة لدى بعض الفصائل نقلوا لوكالة رويترز نبأ مفاده حل الفصائل المسلحة نفسها وتشكيل جيش حلب الذي سيوحد القرار العسكري في مواجهة هجمات قوات النظام والميليشيات المساندة له. وبحسب مصادر إعلامية فقد عينت الفصائل أبو عبد الرحمن نور من الجبهة الشامية قائدا عاما لجيش حلب وأبو بشير عمارة قائدا عسكريا له. ومن المفترض كما يقول الثوار أن يساعد التشكيل الجديد في مركزية اتخاذ القرار، خصوصا أنه يأتي نتيجة للضغوط الشعبية المتزايدة على تلك الفصائل للتوحد والسمو بنفسها عن الخلافات التنظيمية بينها. توحد الثوار بقدر ما يشكل مطلبا شعبيا وبارقة أمل فإنه يصطدم بعشرات الأسئلة، خصوصا أن الثورة على مدار 5 سنوات حبلى بمئات التنظيمات والفصائل التي اندمجت وتوحدت تحت مظلات مختلفة، لكن ذلك بقي على الورق لا أكثر. وهذا يقود إلى أحد الأسئلة الهامة: هل سيكون جيش حلب كما سبقه من تشكيلات أم أنه سيكون مختلفا وعلى قدر المسؤولية والكارثة التي تتعرض لها المدينة؟ وهل التشكيل الجديد ينحصر فقط في الفصائل الموجودة داخل أحياء حلب، خصوصا أن بعض الفصائل لها امتدادات خارج المدينة؟ وهل سيضم التشكيل الجديد في متنه جبهة فتح الشام التي تستخدمها روسيا والمجتمع الدولي كذريعة لقصف المدينة والتواطؤ في إبادتها؟ ثم كيف يمكن للفصائل المحاصرة أن تتصدى للهجوم الواسع للنظام بدون تعاون الفصائل الموجودة خارج المدينة، متمثلة بجيش الفتح الذي أطلق الملحمة الثانية قبل أكثر من شهر دون أن تحقق أهدافها ولتتوقف فجأة، وهي التي كان يعول عليها الجميع لقلب المعادلة العسكرية في حلب لصالح الثوار؟